الفصل الرابع موضوع مقاومة المواد هو thick cylinders أو الأسطوانات السميكة. هذا الفصل طبعا يختلف عن الفصل السابق بأنه جدار الأسطوانة راح يكون سميك نسبة إلى القطر الداخلي، يعني بالفصل thin cylinders كان نسبة السمك إلى نسبة القطر الداخلي أصغر من 1/20، هنا لا راح يكون أكبر من 1/20. والاختلافات اللي راح تكون بين الفصلين، أول شيء الراديال ستريس هناك قلنا يكون صفر لأن النسبة صغيرة جدا، هنا راح يكون إلى قيمة غير مهمل. الهوب ستريس مو ثابت مثل الفصل السابق، هناك الهوب ستريس كنا نطلعه بي دي على 2 تي، هنا لا راح يكون متغير مع نصف او نصف القطر الار. الطولي السيجما ال هناك سميناه راح يكون اكثر دقه من الفصل السابق، يعني راح يطلع القيمه الحقيقيه للاجهاد الطولي، والاجهادات مثل ما قلنا راح تكون غير ثابته اللي هي الهوب والراديال ستريسز اللي هو بالخطوط بالشسم بواحد واثنين، مو اثنين وثلاثة، بواحد واثنين. هذا هو شكل بسيط للثيك سيلندر. اذا تلاحظ هذا السيجما راديال هو يبدي بقيمة معينة وينتهي بالصفر كير، راح تكون هاي العلاقة الرياضية مثل ما راح نشتقها بالقوانين الجاية. اما بالنسبة الى الهوب ستريس هم تلاحظه يعني دالة لـ R تربيع بالمقام، يعني راح يصير أيضا كيرف بهذا الشكل مثل ما جاي نشوف، وبي ثابتين نستخرجهم إحنا بالأسئلة. الـ T على D أكبر من 1/20، يعني حتى الـ 1/20 تقدر تعتبرها thick cylinder، أكبر أو تساوي تقدر تعتبرها thick cylinder. نجي إلى النظرية اللي تعنى بهذا الفصل هو يسموها ليمز ثيوري، راح نشتق القوانين الخاصة بالإجهادات الثلاثة، الإجهاد اللي هو سيجما H وسيجما R وسيجما L بهذا الفصل حسب نظرية ليمز ثيوري. أول شيء هاي الأسطوانة راح ناخذ شريحة من هاي الأسطوانة، الآر هو الآر متغير يبدي من الآر الداخلي وينتهي بالآر الخارجي. السيجما اتش مثل ما شفناها هي المحيط، يعني تسحب المحيط، والسيجما آر باتجاه نصف القطر، و هنا راح تكون سيجما آر زائد دي سيجما آر، وهنا سيجما آر مثل ما نعرف بالديفرنشال اللي هو بالرياضيات. ناخذ قطعة من هاي الشريحة على مسافة دي ثيتا، هاي دي ثيتا قطعنا جزء من هاي الشريحة اللي شفناها كانت شريط من الأسطوانة، راح يكون R وسمكها دي R، وهنا سيجما R إذا مشينا مسافة دي R راح تكون سيجما R زائد دي سيجما R. والهوب راح يكون مع المحيط مثل ما نعرف، هاي الإجهادات اللي تأثر على الشريحة اللي قطعناها من الأسطوانة. نجي نسوي توازن باتجاه الواي أكسس، هاي العلاقة اللي هي بداية الليمز ثيوري، نسوي توازن باتجاه الواي أكسس. الإجهاد للأعلى الموجب اللي هو راح يصير القوة اللي هي تساوي السيجما في مساحة هاي المقطع، السيجما هو سيجما زائد دي سيجما آر، المساحة هو الطول هذا الحرف في العمق، العمق يونت لين يعني واحد، الطول في الطول يساوي نصف القطر في الزاوية نعرفها احنا طول القوس في الزاوية طلع أحد الأبعاد، والعمق واحد صارت هاي المساحة، ضربناها بالستريس طلع لنا قيمة القوة اللي هي للأعلى راح تكون.
القوة الأخرى للأسفل نفس الشيء، بس هنا مو سيجما زائد دي سيجما، هنا بس سيجما R، راح تكون سيجما R في المساحة اللي هي R في دي ثيتا، يطلع هذا بلا بالبعد بالعمق راح يطلع المستطيل اللي هو يمثل المساحة اللي أثر عليها سيجما R. اثنين هن يساون مركبة هاي الإجهاديين في المساحة، الإجهاديين هاي نفس القيمة، إذا راح نضربها في اثنين. إذا هاي الزاوية هي نصف هاي الزاوية، كنا نعرف مر علينا الاشتقاقات، إذا رسمنا خط عمودي للأعلى وخط أفقي راح يكون هذا نفسه، الزاوية هي نصف دي ثيتا على اثنين اللي هي نصف دي ثيتا عفوا. إذن راح يكون الإجهاد أو القوة اللي تكون للأسفل نضربها في الساين، بالتالي راح يكون اثنين في سيجما هاي دي ار في العمق واحد، طلعت هاي القوة اثنين قلنا لين قوتين او سيجما عدد اثنين، واحد لليمين واحد لليسار، بس مركباتهم اثنين هم راح تكون للاسفل في ساين اللي هو المركب للاسفل دي ثيتا على اثنين. كنا نعرف اذا كانت دي ثيتا صغيرة ساين دي ثيتا راح يساوي نفس الزاوية، راح يساوي دي ثيتا على اثنين. والحدود الهاير اوردر يعني مثلا دي يعني دي ار في دي ثيتا، هاي كلها تهمل بالاشتقاقات الرياضية، يعني نفس الشريحة سمول انجل قلناها قبل شوية دي ثيتا على اثنين يساوي نفسها دي ثيتا على اثنين بس بالراديان، ونهمل السكند اوردر تيرمز يعني اذا نضرب الدي دي سيجما في دي ثيتا كلها تهمل، راح يطلع لنا R من المعادلة السابقة دي سيجما R زائد سيجما R دي R يساوي سيجما H دي R، قسمها على الدي R راح يبقى لنا سيجما راح تروح هاي الدي R و R دي سيجما R على دي R، هاي يعني كل واحدة جت مكان الأخرى ويساوي سيجما H، راح نجيب السيجما H والسيجما R من جهة يساوي R دي سيجما R على دي R. الإجهاد الانفعال باتجاه الطولي هو ثابت لأن يعني المقطع ما راح يشوه، بالتالي راح يكون الانفعال باتجاه الطولي يساوي واحد على E، هذا 3 dimensional strain سيجما L ناقص نيو سيجما R ناقص نيو سيجما H، يعني الانفعال L أول سيجما اللي ما تنضرب بنيو هي نفسها ال L، ويساوي نبسط هنطلع الناقص نيو عامل مشترك يصير سيجما R زائد سيجما H يساوي كونستانت من فرضيات لين، من فرضيات العالم اللي اشتق هاي المعادلة، هذا كله يساوي كونستانت. السيجما L كونستانت والواحد على E كونستانت والنيو كونستانت، منها راح نستنتج انه سيجما R زائد سيجما H ايضا كونستانت، يعني كل هاي ثوابت، سيجما L ثابت ما يتغير مع الاتجاه الطولي، والE ثابت والنيو ثابت وكلها تساوي ثابت، بالتالي راح يطلع سيجما R زائد سيجما H يساوي كونستانت، صحيح متغيرات اثنينهم بس مجموعهم راح يبقى ثابت، يعني لازم تكون هاي الشغلة واضحة انه سيجما R متغير وسيجما H ايضا متغير بس مجموعهم اثنين هم يعني واحد يكمل الاخر، اذا زاد السيجما R السيجما H تقل بحيث يكون المجموع هو ثابت. راح نفرض هذا الثابت هو 2A، يعني هاي فرضية ما تأثر شيء على الحل، راح نفرضها 2A، نعوض بالمعادلة الفوقها السيجما H والسيجما، راح يطلع لنا 2A بدل سيجما H والسيجما R ناقص سيجما R ناقص سيجما R يساوي ال R دي R على دي سيجما R على R، نضربها ب R ونعيد ترتيبها، راح يكون 2 سيجما R 2 سيجما R في R
زائد R تربيع في D سيجما R عليه DR ناقص 2 AR يساوي صفر، يعني جبنا هاي منها صير R في R R تربيع، والسيجما R 2 هن ناقصات صير ناقص، ومن حولناها من الجهة الأخرى صارت موجب، صير 2 سيجما R وضربناها في R صار 2 سيجما R في R وناقص 2 A في R. إذا تلاحظ هاي المقدار يعني أهم شيء بالاشتقاق هذا تنتبه أنه هذا المقدار هو مشتقة دالتين، يعني الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، الدالة الأولى هي مشتقتها 2 في R اللي هي جاي R تربيع، كنا نعرف إذا المشتقة 2 R هي الدالة R تربيع، والأخرى هي سيجما R، إذا راح تكون سيجما R في R تربيع ناقص المشتقة اللي جاية أو الناتجة هي 2 AR من المعادلة AR تربيع، يعني إذا اشتقيت الـ AR تربيع راح يطلع لك 2 AR. هسه طلعت لنا هاي المعادلة التفاضلية، يعني هاي طريقة تبسيطها بعض يعني manipulation يسموها بعض التعديلات على الحدود اللي هو ضربنا بآر وكملنا، هواي طرق اكو اشتقاقها، نكاملها على مود نحصل على السيجما آر كامل الطرفين، راح يطلع لك هذا المقدار اللي هو يروح المشتقة تروح، راح يبقى سيجما آر في آر تربيع ناقص أي آر تربيع يساوي التكامل الصفر، هو كونستانت ثابت التكامل، راح نفرضه هو ناقص بي ما يأثر، وهو العالم بعد هو فرضهن بهاي الطريقة حتى يطلع على الحدود مرتبة. بالتالي تعديلات بسيطة على هاي المعادلة، نريد السيجما R منها راح تصير A المدي الـ A منها ناقص B على R تربيع، هذا القانون حفظ، ونعوضها بالمعادلة اللي فوق بالصفحة اللي قبلها اللي هي سيجما H زائد سيجما R، وبالتالي تطلع لنا سيجما H يساوي A زائد B على R تربيع. هاي المعادلتين تحفظهم بالمسائل، راح يعطينا هو boundary conditions، راح يعطينا boundary conditions نطلع منها ال A وال B. إذن شغلنا بالمعادلات يعني ما نطلع رأسا أرقام، إنما نطلع ثوابت المعادلة، وبالتالي نطلع ال A وال B. هنا طبعا R تربيع شباب ممسوحة شوية بالقص، هذا القانونين حفظ، وبالتالي نجي إلى موضوع جديد وهو هسه شلون نطلع الثوابت. مثال بسيط على عملية استخراج هاي الثوابت ال A وال B. إذا عندنا هاي الثيك سلندر البسيطة بها ضغط داخلي فقط، هنا internal pressure only، نجي إلى عملية كتابة الباوندري كونديشنز كلش مهمة بهذا الموضوع، يعني عندما الار يساوي القطر الداخلي، عندما الار يساوي القطر الداخلي عليها بريشر، عليها بريشر، اذا سيجما ار لان سيجما ار هو باتجاه البريشر، سيجما ار يساوي ناقص بي، ليش ناقص؟ لان البريشر يسوي كومبريشن على السيرفيس هذا الداخلي، بالتالي راح يصير ناقص بي، عند الار يساوي الار الداخلي ار1، عند الار خارجي هنا اتموسفير يعني المحيط ما بي ضغط، الضغط الجوي هو صفر، اذا ات ار يساوي ار2 سيجما ار يساوي 0، هاي ات ار يساوي ار1 سيجما ار يساوي سالب بي، البريشر هذا نفترضه يقلنا اياه بالسؤال، وات ار يساوي ار2 بالخارجي سيجما ار يساوي صفر. نعوضهن بالمعادلتين هاي الثنين، هنا طبعا قلنا R تربيع بالمحاضرات واضحة يمكن، السالب P نعوض بالسيجما R ما نعوض بالسيجما H، ليش؟ لأن الـ boundary conditions على R، نعوض بالسيجما R يساوي A سالب P على R 1 تربيع، ليش R 1؟ لأن القطر الداخلي،
وعند المحيط الخارجي الـ R2 سيجما R يساوي صفر، إذا هم نرجع نعوض بالسيجما R، يعني ما راح نعوض بالسيجما H، 0 يساوي A ناقص B على R2 تربيع. معادلتين آنية الهدف منها إيجاد A و B، إذا نحلهم آنية، نحلهم آنية، نطلع من واحدة مثلا نطلع الـ A ونعوضها بالأخرى، أو أي طريقة تعجبك ما تأثر شيء على الحل. راح نلقى الـ A تطلع لنا هذا المقدار، والـ B تطلع لنا المقدار اللي موجود يمكم على الشاشة. طبعا هاي مو حفظ شباب، هذا المقدارين مو حفظ، يعني هاي مجرد تفهم شلون تستخرجهم، يعني تشتقهم بالمسائل الحسابية راح يطلع لك رقم، يعني يطلع لك هنا رقم وهنا أيضا رقم، وتعوضهن بالمعادلتين، تخلي الرقم بالـ A والرقم بالـ B تطلع لك function إلى R، يصير مجهول بها فقط R. هسه نجي إلى longitudinal stress، شلون نشتق الإجهاد الطولي. هاي الثيك سلندرز، هاي المبينة بالشكل، هاي هذا الجدار وهذا الجدار الآخر، مسدودة من النهاية، عليها برشر داخلي P1 وبرشر خارجي P2. هاي حالة عامة لجميع الثيك سلندرز، يعني حتى إذا اكو برشر خارجي راح تشتغل عليها القوانين اللي راح نشتقها. نجي الى عملية موازنة مثل ما سوينا بالثن، بس هناك تقريبي، هنا لا، الاشتقاق راح يطلع بشكل دقيق. نسوي توازن بالاتجاه الافقي، يعني السيجما اف اكس يساوي صفر. كم قوة تأثر هنا؟ اول شيء ضغط داخلي في المساحة القرص الداخلي اللي هو نصف القطر R1، وضغط خارجي في مساحة القرص الخارجي اللي هو نصف قطرة R2. هاي طلع لنا القوتين، واحدة عكس الثانية تطلع القوة المؤثرة الخارجية. اللي يقاومها هو القوة الموجودة بالمعدن مثل ما قلنا، تساوي الستريس الطولي في مساحة المعدن اللي هو مساحة المعدن مساحة دائرة مجوفة مثل ما راح نشوف بالقانون. P1 في المساحة الداخلية، هاي القرص الداخلي فقط اللي هو R1 ناقص P2 في القرص الخارجي باي R2 تربيع، يساوي سيجما R في مساحة المعدن اللي هو إذا قطعنا الأسطوانة راح نشوف دائرة مجوفة باي R2 تربيع ناقص R1 تربيع. تبسيطات بسيطة على مود نلقى سيجما L، إذا longitudinal stress يساوي B1 R1 تربيع ناقص B2 R2 تربيع على R2 تربيع الأكبر ناقص الأصغر، يعني المقام الأكبر ناقص الأصغر، قطر النصف القطر الخارجي ناقص نصف القطر الداخلي. الماكسيمم شير ستريس، الماكسيمم كنا نعرفه أخذناه بالفصل السابق فصل الكومبلكس ستريس، هو سيجما 1 ناقص سيجما 2، بس هنا 3 دايمنشنال. ليش؟ لأن عندنا سيجما L وسيجما H وسيجما R، إذا راح يكون البرنسبل الأكبر ناقص البرنسبل الأصغر، لأن راح يصير في سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3، إذا راح يكون سيجما 1 ناقص سيجما 3 تقسيم 2. بالتالي الأكبر إجهاد راح يكون سيجما H، واللي يجي وراه سيجما 2 هو سيجما L، والأخير الأصغر إجهاد هو سيجما R. إذا راح يكون الأكبر ناقص الأصغر سيجما H ناقص سيجما R. ترجع تجيبهن من القوانين اللي هي A ناقص B على R تربيع، والـ A زائد B على R تربيع، الـ A زائد B على R تربيع ناقص الـ A ناقص B على R تربيع، ومن بينه راح تختصر الـ B على R تربيع، يطلع لنا المقدار B على R تربيع، تنضرب فيه 2 طبعا راح تتقسم على 2، راح تبقى فقط B على R تربيع. هذا هو التاو ماكسيموم، يعني إذا طلبوا السؤال تجي تعوض هذا مباشرة بدون ما تشتق القوانين فوق.
التغير في أبعاد الأسطوانة مثل ما مر بينا بالثين سلندرز، القطر راح يتغير، الطول راح يتغير، بالتالي هذا التغير راح يكون كالتالي: تغير بالقطر يساوي الدلتا دي يساوي الأبسلون في الدي الأصلية، هاي مثل ما كان عندنا قانون هوك، ويساوي الأبسلون بالاتجاه دي هو نفس الأبسلون المحيطي ونضربه في القطر الأصلي، وبالتالي راح يكون دلتا دي هو الدي اللي هو 2R في 1 على E مثل ما تونا قبل شوية شفنا. المحيطي راح يكون سيجما اتش اول وحده وناقص نيو سيجما ار ناقص نيو سيجما ار. التغير بالطول نفس الشيء، راح يكون الانفعال بالاتجاه الطولي اللي هو 1 على اي في سيجما ار، هنا راح يصير ليش؟ لان نريد احنا ابسلون ال وناقص نيو سيجما ار ناقص نيو سيجما اتش ونضربه بالطول الاصلي نحصل على دلتا ال. هاي قانونيا حفظ. هسه اذا اجتنا اسطوانات مركبة، يعني بعض التطبيقات الهندسية على مود يقللون الاجهادات يسوون الاسطوانة مركبة، يعني اسطوانة بداخل الاخرى، واما يسخنون الاكبر على مود تتمدد ويدخلون الاصغر داخلها ويتركوها تبرد راح تتقلص وتنحكم عليها، او يبردون الداخلية ويدخلوها بالاسطوانة الخارجية ومن تنترك توصل درجة حرارة الغرفة او درجة حرارة التطبيق راح يعني تتمدد وتنكبس مع الاخرى الخارجية. نعرف انه الاجهادات راح تكون function الى R، وشفناها راح تصير يعني R تربيع بالمقام وراح تزداد بشكل كبير. على مود نتخلص من هاي الحالة نسوي عملية shrinking، يعني نقلص وحدة ونخليها داخل اسطوانتين، بالتالي هاي الاسطوانة اللي الاصلية هنا اللي جاي يشوف الاجهاد هنا الهوب ستريس، هذا الهوب طبعا هوب ستريس كبير جدا. اذا شرينكج راح يكون الاجهاد بالمنتصف، الاجهاد بهاي المنطقة يعني بمنطقة الترابط راح يكون هذا شكل الاجهادات، واضح؟ هذا شكل الاجهادات. من نجمعهم على مود نحصل المركبة مالتهم، هذا موجب ينطرح منه ايش راح يصير؟ راح يقل، واضح؟ وهذا صح موجب وهذا موجب، بس كميتهم راح تكون معقولة، بحيث إذا تلاحظ ترسم خط أفقي كان الإجهاد هنا بهاي النقطة وصل إلى تقريبا منتصف المسافة، وبالتالي خلينا الماتيريال تتحمل إجهادات أقل أو يسلط عليها إجهادات أقل من الحالة الاعتيادية عن طريق عملية الشرينكج، عملية الكومباوند سيلندرز. يعني على مود نحل هيج مسائل نقسم المسألة إلى ثلاث أجزاء. الأجزاء الأولى الشرينكج بريشر أونلي، تأخذها فقط شرينكج بريشر للأسطوانة الداخلية، هاي الأسطوانة الداخلية تسوي لها عملية شرينكج. الثانية شرينكج للأسطوانة الخارجية فقط شرينكج الإجهاد الداخلي نفسه، والحالة الأخيرة هي الانترنال بريشر فقط الضغط الحقيقي المسلط، وتعتبرها اسطوانه واحده ما تعتبر اجهاديين، نجمعهم بالاخير ونحصل على هذا القيم الحقيقيه. تفصيل اكثر لهاي الحاله لان يعني مهمه وعندنا اسئله هواي عليها. شرينكج للانترنال هاي الاسطوانه الداخليه هذا بيها فقط شرينكج بريشر، هنا الأسطوانة الخارجية بها الشرنكج بريشر نفس القيمة
واضح جاي يشوفها نفس القيمة بس يسلط من الداخل. ليش؟ لأن منطقة التماس بالنسبة للأسطوانة الخارجية هي الخارج مالها، والداخلية هي البطن اللي هي الداخل مالها. هاي نحلهم كل واحدة على حدة، نطلع أي خاصة بيها وبي خاصة بيها. هنا نفس الشيء، نطلع أي خاصة بيها وبي خاصة بيها. وبالأخير الحالة الثالثة راح نعتبرها قطعة واحدة وبيها فقط الضغط الحقيقي الداخلي. الشرنكج بريشر ما مسلط خارجي بس مسلط بسبب تصنيع هاي الأسطوانات. نطلع أيضا أي وبي. إذا ثلاث مرات نحل المسألة، مرة الشرنكج للداخلية، شرنكج للخارجية، والضغط الداخلي المسلط، ونعتبرهم أسطوانة واحدة. يعني هنا بعد نعتبرها أسطوانة واحدة ونحلها بس للحالات السابقة اللي مرت علينا. نجمعهم هاي كلهم ونحصل على الستريس بأي نقطة. الشرنكج راح at r يساوي r1، ماكو بريشر هنا، سيجما r صفر. at r يساوي rc، هنا منطقة الترابط، سيجما r هي سالب p، هذا الشرنكج بريشر. الاسطوانة الخارجية بالشرنكج r يساوي r2، سيجما r صفر، و r يساوي rc المنطقة الداخلية، سيجما r يساوي سالب b شرنكج بريشر. هاي الثانية الحالة الاعتيادية، بعد هنا ماكو rc بين r1 و r2، at r يساوي r2 بالمحيط الخارجي سيجما r صفر، at r يساوي r1 سيجما r يساوي p اللي هي الضغط سالب p مثل ما اتفقنا، لان الضغط الداخلي اذا كان موجب يسوي لنا كومبريشن السطح الداخلي. وشكرا.